هو يشجع ريال مدريد من طبعاً كل قلبه طبعا. شفته وهو بيتفرج على الماتش يا عيني متعسر جدا رغم ان انا كنت عمال بقى ايه استفزه واحنا بنفرج. انا مشجع مدريد كان برضه يعني. انا راجل مشجع مدريدي قديم، هو المفروض مشجع مدريدي قديم برضه زيي. انا بعرف الماتش من اول خمس دقايق قرشتها. ريال مدريد لو خمس دقايق الاولى دي وحش خلاص انت بتشيل بقى كتير. فانت كنت عارف ضايع عيني بقى، كان متحمس اول ما بالفيردي ضيع كوره قال لك الثانيه جايه الثانيه جايه الثانيه جت فينا احنا الحمد لله. الماتش الجاي ايه اللي حصل بقى؟ طيب انا عايز اقول جمله كده قبل ما نقول الكلام الفني. بس الجمله ينفع تتذاع طبعا اي حاجه تتذاع. انت عارف انا بحب كريم عمري. بقول لك يا احمد اول ما قال لي اقول جمله بقى قلت هشتم. فاكر كانوا بس كانوا بالظبط هقول جمله بس لا انا شايف ان كمشجع كوره لو انت مش هتتقبل خساره زي خساره النهارده كريال مدريد او كاي فريق يبقى ما تستاهلش ان انت تعيش ليله زي ليله مثلا الفوز على باريس. صح. لان هي الكوره كده يا جماعه فاهم، مفيش فريق ما بيجيلوش اوف داي. فنيا بقى هو في اوف داي ده انا مقتنع بيها في الكوره، بعيدا عن امكانيات شافي وامكانيات اللعب اللي عنده والفكر اللي طبقه كان عالي طبعا، قبله استراتيجيه خاطئه ودخول الماتش خاطئ من الاخر. الراجل انشيلوتي بالظبط، انشيلوتي قرر ان انا غايب عني بنزيما فعندي حل من الاثنين، يا اما فالفيردي ان احنا كنا قبلها مبسوطين بيه او متفائلين بيه، يا اما ماريانو ما بيقدمش الادوار الخروج بالكوره او بالبيلد اب يعني زي بنزيما، فهعتمد على فالفيردي وهضغط بكروس ومودريتش وهطلع بالكوره على كاسيميرو وميليتاو. فالتركيبه كانت غلط، رايح اضغط باثنين ما عندهمش القدرات البدنيه يروحوا فول باور يضغطوا يجيبوا الكره عالي، كروس ومودريتش ولا عندي اثنين يقدروا يطلعوا بالكره فوزي من تحت كويس، اللي هو اصلا كاسيميرو ما بيعرفش، اول الكره بتيجي في رجله بتحس فيه قنبله في رجله، وميليتاو مش افضل واحد للخروج بالكره. فانت عزلت الفريق عن بعضه، عزلت اللينك اب اللي بيقدر يوصل الخطوط عن بعضه، فتحت المساحات للهاف سبيسز اللي هو اصلا الراجل عايزها، دخل فيها بيدري دخل فيها ديونج بقى بيودي واحد على واحد واثنين على واحد. جه الشوط الثاني قرر العب بثلاثة ورا في اول 40 ثانيه، فيران توريش كان في انفراد لان الدنيا هتفتح منه اكتر، راح مرجع كاسيميرو سنتر باك تاني ولعب ديفيد الابا باك شمال، فالدنيا فرطت. فهو اوف داي مدرب، اوف داي 11 لعيب في الملعب. انا بشوف ان لسه كنت بتكلم مع فوزي بره، زي ما باريس سان جيرمان خسرت من برشلونه 6-1 في ريمونتادا واحده من الاشهر في تاريخ الكوره، برشلونه جت خسرت بعدها 3-0 في الكامب نو من يوفنتوس. اللي حصل مع ريال مدريد وصل للبيك بعدين نزل، وادي الكوره في وجهه نظري.